كنا ورحمة الله وبركاته الإخوان في الشبكة وسلموا عليهم وكرروا السلام على الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرجو أن تكونوا قد فكرتم وتأملتم فيما كنت نبذته إليكم في مجلسنا يوم الجمعة من الأنين المتواصل. نئن ونشكو إلى الله عز وجل عجزنا وفقرنا واضطرارنا ومغلوبيتنا ومحروميتنا ومظلوميتنا. لهذا نجتمع لأننا في سائر أيامنا نكون شتاتا تتوزعنا هموم اليوم والليلة والغد وهموم العائلة وهموم الشغل وسائر الهموم الدنيوية تتوزعنا وتشتتنا وتبعدنا عن الله عز وجل. ومطلوب إلينا أن ننجمع على الله عز وجل. هذه كلمة من أمهات الكلم، ننجمع على الله عز وجل. فمطاوعة نطيع الله عز وجل فننجمع عليه، أو نطيع شهواتنا وآمالنا الدنيوية فنتشتت ونفترق. كيف نجتمع على الله عز وجل؟ كيف نكون أحياء؟ وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف ننجمع على الله عز وجل إذا لم يكن لنا حياة، وإذا لم يكن لنا اتجاه، وإذا لم يكن لنا مع الله عز وجل موعد؟ إن الله عز وجل وعد الناس جميعا ثم إلينا موعدهم جميعا الموت. وعد الله المؤمنين وعدا صادقا، وعدا قريبا، إن موعدهم الصبح أهل الصحب قريب، هذا هو في الأجل القريب. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. كل واحد له مع الله عز وجل ميعاد، له مع ملك الموت ميعاد. فننجمع أولا على هذا، ننجمع على هذا. كيف ننجمع على الله عز وجل فرادا وجماعة؟ ثم كيف تنجمع هذه الأمة وهذا البلد نحن عن بلدنا من شتاتهم؟ كيف تكون لنا وجهة واحدة؟ هي الله، الموعد الله. كيف يكون لنا حياة قلبية واحدة؟ كيف يكون لنا علم واحد وهو ما قال الله وقال رسوله القرآن الكريم، نحفظه ونوصي به في كل مجلس؟ علم واحد هو الله، فهم واحد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطبيق واحد ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار ما تأتي به الأيام والسنون والظروف من متغيرات بالطبع. فمن الناس من يزعمون أنهم يطبقون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يريدون أن يفرضوا على سنة الله. هنالك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنالك سنة الله، يريد أن يفرضوا على سنة الله عز وجل في الكون، وهي التغير والتبدل والتحور وتغيير الظروف. يريد أن يفرضوا عليها فرضا أن لا تتغير، يريد أن ينفوا سنة الله لكي يحيوا سنة رسول الله. هذا لا يمكن، سنة الله وتغيير، يقلب الليل على النهار، يكور الليل على النهار، ويكور النهار على الليل، ويقلب القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن. فسنة الله
تغيير وتبديل وتحويل. قد خلت من قبلكم سنن، يعني تطبيقات آنية تاريخية لسنة الله. قد خلت من قبلكم سنن، سيدنا هود عليه السلام، سيدنا صالح عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام، كيف تعامل كل واحد من نبينا المرسلين، كيف تعامل مع زمانه وظروفه ومع سنة الله في زمانه، كيف ننجمع على الله عز وجل إذا كنا مشتتين زمانا ومكانا، كيف ننجمع؟ اجتماعاتكم في رباطتكم هي انجماع أو تدريب أو تدرب على الانجماع على الله عز وجل. لذلك سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتكاف، أن يرجع الإنسان إلى نفسه فيسائلها مساءلة بليغة عميقة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك أو فعدلك في قراءة أخرى في أي صورة ما شاء أركبك. تعجب في صوراتك، في خلقك، في أعضائك، في ما وراء الأعضاء وما تحمله الأعضاء من نفس لها ميول ولها شهوات ومن عقل يفكر ومن ويدبر. إذا لم تكن لنا وجهة واحدة وعلم واحد ومكان واحد، وهذا شيء مهم جدا جدا، وألفت إلى نظر الإخوان أن تكون للإخوان مقرات يجتمعون فيها، هذا شيء مهم جدا. كيف ننجمع على الله عز وجل؟ نجمع أولا همومنا الموعد، موعد الله، الموعد الله كيف؟ الآخرة ولقاء الله، ونستعظم هذا الأمر الجليل، الأمر الجلل. موعدنا لنا موعد لكل واحد وواحدة، موعد مع الله عز وجل، انجماع مطلب ثمين ولا يسهل على الإنسان أن ينجمع على الله عز وجل إذا لم يجد من يساعده على ذلك. كان الناس في من قبلنا يسلكون إلى هذه هذا المطلب، يطلبون الانجماع على الله عز وجل في خلوات، خلوة كل واحد في حجرته لا يسمع شيئا ولا يبصر شيئا غير جدران الغرفة، ولا يتكلم مع أحد، ودوام الصمت والجوع والسهر وتنامونهم. نحن أمرنا أمر آخر، أمرنا اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فكانوا في جلوة، لم يكونوا في خلوة، كانوا في جلوة دائمة مستمرة، جلوة في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلوة في ميادين العلم، جلوة في الغزوات وفي السرايا وفي. نحن على هذا المعيار نمشي، في جلوة، خلوة في جلوة، كل واحد يختال بنفسه ويستمد من إخوانه وأخواته الحاضرين في المحضن، يستمد منهم القوة لكي يستمر في خلوته مع نفسه. كيف يجتمع هذا؟ انجماع على الله في خلوة، والخلوة في جلوة. لعلكم شعرتم بهذا، فإن الإنسان وحده يكون ضعيفا أمام همزات الشياطين وأمام وساوس نفسه وأمام ذكرياته وما يخططه لمستقبله،
يكون ضعيفا لا يقدر أن ينجمع. لكن إذا رأى إخوانه ذلك فرض الله عز وجل الصلاة في المسجد جماعة، وأوصى الله عز وجل بالاجتماع ونهى عن الفرقة.